السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأسماء يشتق منها صفات، وهل الصفات يشتق منها أسماء، وما الفرق بين الأسماء والصفات؟ يا أخي، هذه القاعدة مثل ما ذكرت في كتاب القواعد المطلقة وغيره، كل اسم من أسماء الله يشتق منه صفة، لا العكس. فالصفات تشتق من الأسماء، لا أن الأسماء تشتق من الصفات. نعم.